عمار علي من فلسطين. حياك الله استاذ عمار. ان شاء الله استاذ عمار نلقى عندك اجابه. النبي كيف يذهب الى امراه اجنبيه؟ نعم، اولا يعني اعترض انا على كلام ابو سلطان، يعني هذا الكامل ذكاء ومش ذكاء، هذا كلام يعني غير علمي وغير يعني منطقي. يصير ترقيعات بهذه الطريقه، يجب ان يكون الكلام علمي. هذا شيخ، هاي المدارس، هذا شيخ، شيخ هذا متربي بمدرسه وسلفيه وقال انا كنت صوفي وما اعرف ايش، وبعدين شفت انه الوهابيه السلفيه هي الحق وربوه وعدوه، والله وكيك لو شوف صورته شماغه وما اعرف ايش وكذا، هم ربونا هاي، شو نسوي هاي المدرسه السلفيه؟ وانه كان الرسول ينام في البر ومش بر، وهذا كلام، هذا كلام يعني غير منضبط. يعني حتى هذا عمار السني هم من يتكلم عليك شيخنا الحبيب سلطان، ما يعني شيء. خلينا نتكلم علميا، خلينا نتكلم علميا. انا اتكلم عمار، كلم عمار علميا، انا شو دخلي؟ هو سني. ما اكلم عمار، اكلمك لك سني. عمار ولا اعرف عمار، سني سني واستفيد منك، سني استفيد منك، سني خلي السني عمار، سني سني، هو يقول سني سني. ما يهمني انا، ما يهمني العراقي بالاخير يطلع شيعي. اسمع عمار يطلع شيعي، لحظة، هو سني سني فلسطيني فلسطيني. اسمع انا ما يهمني سني، شلون ما يهمك السنة؟ ما يهموك السنة، ما يهموك سني، شلون ما يهموك السنة؟ كل من يحابي الوجوه انا ما اعترف عليه، حتى ولو كان سني فهو فاسد العقيدة، انا ما احب محاباة الوجوه. يقول لك فاسد عمار، لحظة لأنه اختلف وياك بالقمل، لأنه اختلف وياك يعني على القمل بيعتقوك، انت اخوك على القمل، اخوك السني رحت على مود الكملات. لا حول ولا قوة. خلي يجاوبك، انت فرصه للسني عمار، خلي يجاوبك. تفضل عمار السني، تفضل. نعم، يعني انا اقول هذا كلام انه الرسول كان ينام في البر وعليه اوساخ، هذا كلام غير منضبط وغير مهذب، يعني يجب ان يكون كلام مهذب ومنضبط. عجل وين كان ينام؟ عجل وين كان ينام؟ يعني هل رايته ينام في البر مثلا؟ انت يعني كنت معه مثلا؟ يعني هل كان ينام في الصحراء او في، هل القمل يأتي من عدم نظافة أم يأتي باتصال مباشر مع الناس؟ ربما يجيك واحد معه قمل تجلس معه دقيقتين يعديك. القمل يأتي من الاتصال المباشر من الناس. الرسول ربما ماشي فرأى جليبيب، جليبيب كان من 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 رعاع الناس، وكان فقير جدا وكان أشعث الرأس وأشعث الشعر، فربما قملة نطت من شعر شعر النبي وعداه. يعني النبي حتى معصوم من القمل ايضا، يعني نبيكم معصوم من اي، يعني قول يعني صارت بي قبل مره واحده، ما يغتسل باليوم مره، باليومين مره، بالثلاثه ايام مره، بالاسبوع مره، يعني ها هي صارت بي قمله من جليبيب زين، وظلت خضرت وفقست مثل ما طرحت جوعك، مسوي لك مفقس مال دواجن بابا براس نبيك، مسوين مفقس مال دواجن بيوم يا اخي كبير، كان ما يخاف سيدنا. لحظه الشيخ ابو سلطان، بالله عليك وناشدك الله ان تجيب عن هذا السؤال، كيف نبي يدخل على امرأة أجنبية؟ بالله عليك جاوبني شيخنا على الأمر. أولا ليست امرأة أجنبية، أقسم بالله العظيم ورب موسى وعيسى ورب الأنبياء جميعا، إن أم حرام محارم من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من بني نجراء، من بني النجار. الدليل قد أعطينا الدليل، الدليل على الإمام النووي، الإمام النووي. أعطينا السند من النووي إلى أم حرام، يلا تفضل. لحظة النووي. جميل. يا شيخنا. جميل. شيخنا ترى تهدأ تسمعني، أنا بس أسألك سؤال، النووي كان معاهم؟ يا أخي هذا عالم العلماء، أنا وحجة علينا، ولا أخذ بكلامه كما أنت تأخذ بكلام الصدوق ومن كلام المفيد. إيش بيك أبي صيح؟ عم أنا أسألك سؤال بريء وشفاف، هل النووي كان معاهم؟ قل لي نعم أو لا، ليش صي علي؟ يا أخي الإمام النووي رحمه الله قال اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما له صلى الله عليه وسلم. كان معهم مش مدري شو منه، حلم ناموا جلسوا قال لنا غير نعرف. يا شيخنا، مو احنا برنامج علمي، الله يرضى عليك.
حج شوف شوف كلام النووي ماذا يقول النووي. يقول قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي راسه وينام عندها. طبعا بالروايه تقول نام قريب مني فتاه عشرينيه او 25 سنه عمرها يدخل عليها وحدها وينام قريبا منها فنام قريبا مني. ابن حجر يقول في فتح الباري يقول اتفق العلماء هسه منهم ما ذكرهم على انها كانت محرما له صلى الله عليه واله وسلم واختلفوا في كيفيه ذلك. الاختلاف شنو يعني؟ اختلفوا في كيفيه ذلك يعني ماكو دليل واختلفوا في كيفيه ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره كانت احدى خالاته من الرضاعة. سيد بس لا اقاطعك سيد ارجوك هذا الكلام اللي قراته انت انا عاقل واسمع. إذا هم اتفقوا يعني الأمر واضح وعندهم من الله فيه برهان ودليل واضح فاتفقوا. يعني إحنا الآن مثلا اتفقنا مثلا الآن عمار مع أبي سلطان ما اتفقوا حول قضية القمل مبينة، لو كان 100% اتفقوا. الآن إذا قلت اتفقوا ثم تقول اختلفوا في الكيفية يعني ما عندهم دليل، لأن لو عندهم الكيفية كان اتفقوا على دليل. خليني أفندك كلام سيد ميثم وانت أرجع لك. يقول لأنها اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وآله وسلم واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة. شوف خالاته من الرضاعة، يعني النبي صلى الله عليه وآله رضع من؟ رضع اخت ام حرام بنت ملحان وهي خالته تصير. طيب انتم تقولون النبي رضع من حليمه السعديه، ايش جاب حليمه السعديه على ام حرام؟ وين هذا الكلام؟ طيب لا قاطع. وقال اخرون، شوف الان قال وقيل وقلنا، وقال اخرون بل كانت خاله لابيه او لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. بالله عليكم شلون تكون خالة أبيه أو خالة جده وعمرها ما يقارب 25 سنة؟ أفهموني شلون؟ والنبي صلى الله عليه وآله حينما بعث عمره 40 وخالة جده عمرها 25 يا أخوان، خالة جده النبي عمره 40 وخالة جده عمرها 25، شلون ترحمها بالله؟ شلون ترحمها؟ جميل جدا. وقتي حاج وعد، انت وعدتني بالوقت. تفضل. الله يزيد فضلك يا رب. انت حاج وعد قال كلمه جميله جدا جدا، قال وهل النووي راى بام عينه حتى ياتي بدليل ما قاله. انا اعيدك في هذا الكلام. شكرا. انا اعيدك في هذا الكلام وانا ارد عليك في صيغه ردي ودليل الإمام النووي كدليل سليم بن قيس عندما رأى كيف عمر حرق دار فاطمة الزهراء وعلي. أعطني دليل سليم بن قيس كيف رأى. هجموا دليل الإمام النووي كيف رأى. دخلوا. شنو قضية البوم عليهم؟ هذا البوم تفضل ابو يوسف. والله ابتليت. طيب انا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حي الله سيدنا سيد ميثم وحجينا الغالي استاذنا الحاج وعد وجميع الاخوه والاخوات. هذا يعني انا سمعت هذه الحلقه اليوم والله ما ندري نبكي ام نضحك من هذا. يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اوذي احد كما أوذيت أو مثل ما أوذيت في الله. هؤلاء يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار بهذه الأباطيل وهذه التهم. أنا أقول أولا قبل كل شيء حجينا يجب أن نبحث معهم هؤلاء الذين يتهمون رسول الله بهذه الأفعال الشنيعة، هل هو أصلا عاقل أم غير عاقل؟ إنسان عاقل أم غير؟ هم يروون أن هنالك من عقلاء الصحابة من يتنزهون عما هو أعظم من هذا. عندهم صحابة من المخضرمين من قالوا أنهم يتنزهون عن يعني أعظم من هذه، أقل من هذه يعني الأفعال وأعظم من هذه الأمور مثل قضية شرب الخمر وغيرها.
فكيف بهذه الأمور التي يعني هو يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت تفليه أنفه قمل، يعني ماذا كانت تلعب بشعره مثلا كما نرى اليوم في المسلسلات، يحط رأسه في 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 حجر امرأة أو تلعب بشعره، ماذا تفعل؟ ولا تدور عقارب مثل ما يقول؟ يعني أنا ما أفهم يعني هذا الرجل كيف يفكر. أنا من هنا أقول هو قال بأنه مستوى الذكاء، أنا قرأت في الدراسات أن من المعاهد الشرعية في السعودية وغيرها من أقل المستويات المطلوبة هي المعدلات في معاهد الشريعة، فلهذا شيوخ الوهابية ما عندهم قمل، ربما يحتاجون بعض القمل حتى يصيرون أذكياء لما يدخلون. أبو يوسف أبو يوسف فقط أقرأ لك وأقرأ المشاهدين الكرام قبل أن ينتهي البث على قناة الحجة الفضائية. إخواني أنا أقرأ من سنن الترمذي، وأنا أقرأ من شرح محمد بن محمد الشنقيطي من شرح سنن الترمذي. شوفوا انتبهوا إخواني علي، يقول سؤال أشكل علي أن مليكة بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله محرمية أو خصوصية، ثم كان الاستدلال بوجود أنس واليتيم على عدم الخلوة بالأجنبية، أرجو توضيح ذلك. الجواب الآن سوف يجيب. يقول ينبغي على طالب العلم أن يعلم عند شرح النصوص والأحاديث، وهذا مسلك الأئمة والعلماء خاصة إذا كان شراح الحديث ممن لهم إلمام في الأصول والفقه. إذا ذكرت المسائل المستنبطة تذكر على تقرير أصل متعدد، يعني الحديث محتمل لوجوه متعددة يصبح يحتمل الأدلة والأحكام المبنية على الوجوه. فلما كان ليس عندنا جزم أنها محرم والأصل أنها أجنبية، اسمعوا إخواني، الأصل أنها أجنبية، فحينئذ عندنا قرائن تقوي أنها محرم، لأنه لا يمكن أن يسمح لها النبي أن تفلي رأسه وهي أجنبية. وإن كان قد أجاب بعض العلماء بأن الشعر، انتبهوا الآن الجواب، بأن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل. يعني الشعر الآن، يعني أنا إخواني شعري في حكم المنفصل، يقول الشعر بحكم المنفصل وليس في حكم المتصل، وله أدلة منها قوله إنما يكفيك أن تخشي على رأسك ثلاثة حثيات، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر المرأة في غسل جنابة أن تصب أن تصيب جلد الرأس، ولم يأمرها أن تصيد جميع الشعر، فدل على أن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل. ولذلك مذهب جمهور العلماء على أنه لو قال لامرأته شعرك طالق إنها لا تطلق، يعني لو واحد قالها أنت شعرك طالق فقالها فإنها لا تطلق، لكن لو قالها خشمش طالق تطلق. المهم على أي حال، فقال لها لامرأة شعرك طالق لأنه أسند الطلاق إلى شعرها إلى منفصل، كما لو قال لها ثوبك طالق. فالمقصود أننا حينئذ نكون، يا أخوان يا أهل السنة يقول أن أم حرام النبي نايم حضنها وهي تفلي شعره، يقول هذا ما تعتبر مس بينهما. لماذا؟ لأن الشعر بحكم المنفصل وليس المتصل. زين بالله عليك إخواني، هو هي من تريد تقتل القملة أو تشلع القملة، يدها لا يمس جلد النبي صلى الله عليه وآله؟ إخواني حجينا القمل يلصق على فروة الشعر، على فروة الرأس القمل يذهب إلى الجلد، هؤلاء يعني حمقى لجلك الله. يا إخواني والله هذا الكتاب، شوفوا أمامكم أريكم الكتاب أمامكم، أنا أقرأ من هذا الكتاب
وهذا هذا هذا وين هذا هوية الكتاب أمامكم أخوان، شرح سنن الترمذي، وهذا من المكتبة الشامل للشروع، وبالمناسبة هذا موجود حتى بالصوت. فأريد أن أبين لكم أنه الدفاع عن الباطل يعني هو يترك النبي صلى الله عليه وآله والدفاع عن النبي ويدافع عن هذا الكتاب، عن هذا الكتاب. فترك محمد صلى الله عليه وآله أنه يخلو بالإمرأة الأجنبية وأنها تلعب بشعره وتستخرج منه الحشرات نصرة لكتاب البخاري. دمركم البخاري، أنهاكم البخاري. هذا صحيح البخاري، والله المفروض الآن مؤتمرات تعقد لتنظيف هذا الكتاب على الأقل من القمل، نظفوه على الأقل، نظف البخاري من القمل، من الانتحار. نبي يريد أن ينتحر، نبي يذهب إلى سباطة قوم زبالة ليبول في الزبال. ياب هذا شلون نبي مرة يدور له زبل يبول بيها، مرة يدور له وسخ وقمل، أنت ما تقول إيش فيكم؟ يعني معقولة إلى هالدرجة وصلتوا؟ معقولة شيخ أبو سلطان، شيخ فلان، شيخ علان، أبو سلطان، أبو معرف منه، إيش فيكم؟ معقولة الحقد أعماكم؟ معقولة ما عندكم دفاع عن النبي؟ تفضل سيد. طيب الآن حجينا خلي يسمعني هذا أبو البوم بوم بوم، هذا الشيخ أبو سلطان. أولا كتاب سليم بن قيس الهلالي فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، وهذه مسألة الاعتداء على دار الزهراء عندنا فيها 5 روايات صحيحة السند غير رواية سليم بن قيس الهلالي، وعندك أيضا بسند صحيح الزهراء تقسم إلا أن تقول إنها كاذبة. حينما حلف عمر يحرق دارها قالت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه، يعني تقسم إنه سيحرق الدار، تعلم أعلمها رسول الله كما علم حذيفة خروج عائشة وغيره وغيره وغيره. طيب الآن إخواني ماذا قالوا حجينا؟ قالوا هذه، شوف خلنا نفند هذه الكذبة، وهنا بهذا البرنامج هذه الأحاديث المكذوبة نفككها تفكيك. الآن يقولون إنها خالة أبيه النووي اللي اعتمدوا عليه، ماذا قال؟ قالت خالة أبيه، قد تكون خالة أبي أو خالة جدة. إخواني عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمه ما اسمها؟ شنو اسمها حتى تكون خالته؟ أم حرام بنت ملحان، سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية. طيب سلمى بنت عمرو أم حرام بنت ملحان، شلون خالته؟ وين خالته؟ طيب خالة جدة، خالة جدة جد النبي عبد المطلب. عبد المطلب يا أخوان يا أعزاء، عبد المطلب والدته فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمره، قريشية ليست أنصارية، من الأنصار، قريشية من قريش. ما تستحون من الكذب؟ مرأة عمرها 25 أو 20 سنة وداخل عليها وينام قريب مني، تقول نام قريب مني وتفلي رأسه، وتكذبون تارة تقول قد تكون خالة أبيه وقد تكون خالة جدة، أو كذب. الله وكيلكم، لا خالة أبيه ولا خالة جدة ولا هم يحسنوا كل شيء. تفضل حجي. طيب نسأل الله أن يوفقنا إخواني، احنا راح نبقى نبث على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من شاشة الحجة الفضائية أقول لكم أستودعكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.